علاقتك ايه بجماهير نادي الاهلي؟ انت عارف طبعا جماهير نادي الاهلي. طبعا انا بقول لك جماهير نادي الاهلي بالنسبه لي مش جماهير، اللي انا بقول لك انا يعني اتربيت يعتبر في النادي الاهلي اكتر ما اتربيت في بيتي، فاهم قصدي؟ فمن وانت 8 سنين لحد ما تلعبي لحد 24 سنه وانت جوه النادي الاهلي، فاكيد جماهير النادي الاهلي يعني بالنسبه لي انا حاجه كبيره جدا. وكان نفسي يعني ان انا يعني الواحد كان يعمل يحقق اكتر لوحة او ده 10 مرات، بس اكيد الظروف زي ما بقول لك ما خدمتوش، وزي ما قلت لك الواحد اتظلم كتير في حياته، فلكن النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي طول عمره طبعا بجماهيره. يعني هل لحد دلوقتي بتشوف الجماهير بيكتبوا لك تعليقات او في تواصل او بيبعتوا لك مسجات؟ والله مؤخرا لا، بس كان يعني حتى والله مش اهلي بس، حتى من كان انا كنت في الاهلي كنت بقابل ناس زملكاويه وبتاع، كان يقول لي احنا نفسنا ان انت تبقى موجود معانا، ان انت الكوره بتاعتك تشبه الكوره، عشان هم يعني بيحبوا يعني بيحبوا يلعبوا كوره حلوه، فبيقول لي احنا شايفين ان انت لو يعني كنت قابل كتير جدا، وانا اول ما بدات في الاهلي يقول لي يا كابتن ما تيجي معانا الزمالك، انت كورتك هتمشي معانا ويعني وهتتبسط. فمش جماهير اهلي بس يعني اللي هي كانت بتدعمني بصراحه. يعني من وجهه نظرك افضل مدرب لعبت معاه؟ والله ما مش اكتر من واحد، عشان من بدايه من كابتن بدر رجب لكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن محمد عبد العظيم عظيمه، مستر سكوب التشيكي، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، يمكن كابتن ايهاب جلال اتمرنت معاه حبه صغيرين طبعا استفدت منه كتير. كل الناس دي مش واحد بس، لان اللي ما يشكرش الناس دي ما يبقى لا، اكيد كل واحد وقف جنبي اكيد لازم طبعا اشكره، ولو لولا الناس دي ما كانش الواحد وصل اللي هو وصل له يعني الحمد لله.